This is دكتور وعد. في فعلا تأثير للسن على جسمنا، والسن مش مجرد رقم. في نوعين من الناس في موضوع السن ده، ناس بتنكر تماما ان السن فعلا بيأثر على اي حاجة في الجسم، تقول لك ده السن مجرد رقم، وناس بقى بتبقى مقتنعة ان السن هو سبب كل حاجة. يعني لو تخن بعد سن معين يقول لك اصل عشان خلاص عديت ال40 مثلا، او مثلا جاله سكر بعد سن معين يقول لك ده سكر سن. الشريحتين غلط. ولا هو السن ملوش لازمه وننكره ونقول لا عادي على فكره ده مجرد رقم، ولا هو السبب في كل مشاكل حياتنا. احنا عايزين نبقى في السويت سبوت اللي في النص، نعترف فعلا ان فعلا في تغييرات فسيولوجيه يعني طبيعيه بتحصل في جسمنا لما نكبر، وان عمري وانا عندي 50 سنه ما هبقى زي ما كان عندي 18 سنه، بس في نفس الوقت ما نبقاش ضحايا للفكره دي ونقول يبقى السن هو سبب كل مشاكل الحياه اللي بتحصل بعد سن معين. طيب قبل ما نخش في موضوع النهارده، انا اول مره في حياتي هعمل اوفلاين ايفنت، يعني هعمل محاضره سيمينار على الارض. انا من ساعه ما طلعت وكل حاجه بعملها فيرتشوال، وانا زهقت من كتر الفيرتشوال، وكان نفسي قوي اعمل حاجه اون جراوند، اعمل حاجه على الارض. السيمينار ان شاء الله هيكون في القاهره في المعادي، اللينك بتاع التذاكر في الديسكربشن. هنعمل فيه ايه؟ اعتبر المحاضره كانها السامري، كانها الملخص، كانها خلاصه كل اللي قلناه من ساعه ما طلعت. يعني كاني هدي مراجعه ليله الامتحان على كل حاجه شرحتها من ساعه ما طلعت. دي هتبقى المحاضره، وبعدها هبتدي اخد الاسئله Q&A، فانتوا هتسالوني وانا هجاوب لايف، وبعدها هنقعد مع بعض ونتصور مع بعض وكل الكلام ده. الكلام ده يوم 17 ديسمبر، واللينك بتاع التيكتس في الديسكربشن. طبعا اول مره اعمله فمش عاملاه كبير قوي، يعني عاملاه ليميتد سيتنج، بس لسه في تيكتس، والتيكت في الديسكربشن. طيب اشوفكم ان شاء الله يوم 17 ديسمبر. السن بيعمل فعلا تغييرات فسيولوجيه في جسمنا، بس السن مش مسؤول على ان يجيلي مرض. ايه التغييرات اللي بتحصل في جسمنا لمجرد ان احنا كبرنا؟ دي بيبر حلو قوي بتتكلم على الفسيولوجيك تشينجز اللي بتحصل مع الايج، التغييرات الفسيولوجيه الطبيعيه اللي طبيعي جدا انها تحصل لنا كلنا لما نكبر. لما نكبر دي بقى متفاوته جدا، يعني لما نكبر دي في حاجات معينه، مثلا البروستات مثلا علشان تكبر بعد ال80، البلادر المثانة علشان تتغير في قدرة تحملها، ده ممكن يحصل بعد 65. اللونج الرئة علشان مساحتها تقل أو علشان تحملها يقل، ده بيحصل بعد سن كام؟ 20. يعني الموضوع مش ان انا هكبر بمعنى ان انا هكبر هعجز، لا، بس فعلا في تغييرات بتحصل لنا لما سننا بيكبر، منها حاجات بتحصل عند 20، منها حاجات بتحصل عند ال30. يعني في البيبر دي بيقولوا الكارديك اوتبوت اللي هو كميه الدم اللي بيتضخ من القلب لبقيه الخلايا وبقيه الاعضاء بتقل بعد 30. عارفين ايه كمان بيقل مع السن؟ الجلوكوز توليرنس، قدره جسمنا على التعامل مع النشويات. عشان كده انا قلت لكم قبل كده وي جيت مور انسولين ريزيستنت ويز ايج، علشان كده ممكن الشوكولاتايه اللي ما كانتش بتخنك في المدرسه تخنك وانت عندك مثلا 40 42 سنه، ده مش علشان الحرق قل، علشان الجلوكوز توليرنس قل. ايه كمان بيقل مع السن؟ الكتله العضليه بتقل مع السن. ايه كمان بيقل مع السن؟ العظم، قوه العظم، البون ماس بتقل فعلا مع السن، وعلشان كده كبار السن بسهوله جدا بيتكسروا، علشان الحاجتين، عشان مفيش كتله عضليه اللي اصلا من اهم ادوارها انها تحافظ على، ليها ادوار كتير قوي وليها فوائد كتير قوي، بس من اهمها انها تحافظ على العظم، فلانها ضعيفه وبتضعف اكتر مع السن، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل كسر بسهوله. برضو العظم نفسه بيضعف مع السن. في حاجات كتير قوي بتتغير في جسمنا مع السن. حركة الأمعاء بتقل مع السن، عشان كده ممكن بعد سن معين حد يجيله إمساك ويكون هو عمره ما جاله إمساك. طيب ده معناه إيه؟ ده معناه إن فعلا في تغييرات فسيولوجية طبيعية بتحصل فعلا مع السن. ده مش معناه، وإن فعلا على فكرة السن مش مجرد رقم، السن سن عادي فعلا، اللي عنده 50 سنة مش هيبقى زي اللي عنده 17 سنة. هل ده معناه إن أنا أقعد أعيط وابقى ضحيه للفكره دي واقول ان كل حاجه بتحصل لي بعد سن معين بسبب سني؟ لا، بس ما انكرهاش، واحاول ان انا على قد ما اقدر اعكسها. اللي في ايدينا نعمله مش ان احنا نقرر ان السن مجرد رقم، لان دي حاجه ما فيش اي قدر من الاراده ولا اي قدر من المعافره هتخليها حقيقيه. وانا مهما قلت لنفسي ان السن مجرد رقم، عمره ما ده هيبقى حقيقي. فعلا في تغييرات فسيولوجيه حقيقيه طبيعيه بتحصل لي لما اكبر، لكن انا مثلا لو قلت انه علشان مثلا الجلوكوز توليرنس بتاعي بيقل، قدره جسمي على التعامل مع الجلوكوز بتقل مع السن، طب انا بقى هعمل صيام متقطع، طب انا بقى هعمل لو كارب. لو عملت كده ممكن تبقى قدره جسمك على التعامل مع الجلوكوز توليرنس بتاعك احسن من متوسط الناس اللي عندها 20 سنه، لان هم ما بيعملوش اي حاجه.
لو انا قلت كتلتي العضليه بتقل مع السن، فعشان كتلتي العضليه بتقل مع السن هعمل تمارين مقاومه، ولو كنت زمان بقعد شويه من غير تمارين مقاومه ما بخسرش عضلات، عشان انا كبرت دلوقتي هخسر عضلات بطريقه اسرع. دي حقيقه يا جماعه، دي حقيقه، ومش في ايدينا اننا نقرر انها ما تبقاش حقيقه، بس في ايدينا اننا نحاول نسيطر عليها على قد ما نقدر. لو قلت مثلا ان انا علشان صحه قلبي، لان الطبيعي صحه القلب بتقل مع السن، هعمل ايروبيك ورك اوت، هعمل تمارين كارديو، هجري، هتمشى، هلعب عجل، هلعب سباحه، يبقى انا كده وصلت للسويت سبوت، وصلت للمنطقه اللي في النص، اللي في النص ما بين ان انا انكر وجود اي تغيير مع السن واقول انه مجرد رقم، وما بين ان انا اقول ان السن هو سبب كل مشاكل حياتي. فاكرين انا كنت عامله فيديو قبل كده قلت فيه ان مفيش حاجه اسمها سكر سن؟ السكر ده ايه؟ باثولوجي، ده مرض. في نفس البيبر دي بيقول لازم نفرق ما بين التغييرات الفسيولوجيه اللي بتحصل في جسم الانسان لما يكبر، وبين ان يجي باثولوجي، يجي مرض ونقول انه بسبب السن. مفيش مرض بيجي بسبب السن، ولا سكر ولا غير السكر، بس في تغييرات فسيولوجيه بتحصل بسبب السن تخليك عرضه اكتر للمرض ده لما بتكبر. يعني قدرة جسمك على التعامل مع الجلوكوز بتقل وانت اكبر شوية، حساسية الانسولين بتاعتك بتقل وانت اكبر شوية، ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت احتمالية ان يجيلك سكر وانت عندك 60 سنة اقوى واسهل انها تحصل من لما كان عندك 18 سنة. عايزين يا جماعة نبقى في السويت سبوت. معظم الناس في كل المواقف اللي مش عاجباها يا بتروح للاكستريم بتاع انكارها، يا بتروح للاكستريم التاني بتاع انها تبقى ضحية ليها. عايزين نبقى في النص، هنقبلها ونحاول على قد ما نقدر نعمل حاجة تعاكس التأثير اللي احنا مش عايزينه، تعاكس